يحبوا ينحيهم على خاطر يلهيوا العباد على القراية. هو واحد قلق يتكلم في التليفون ويخلق العباد معاه بالفايبر وبالسكايب وكسو سوا معناها ان كان دونك ينحيهم خير من اللي يخليهم. والله كنت ما تو ما عادش خاطر تو انا وليت قاري برشا ما عادش نستعملهم وليت نحكي بالتليفون هكاهو. انا ما نستعملهمش ديما اما كي هما معناتها قروا باش ينحيوهم معناتها هما ديجا ماهمش ينحيوهم قالوا معناتها شردوهم بالفلوس. هكا خير هكاك خاطر العباد الكل ولات ديما لاهية و ماشي بسيتو خير معناتها كي نحيها. أكبر مشكلة في تونس؟ باهي علاش؟ على خاطر حللنا برشا حاجات. أنا نجمة نحكي بلاش نجمة نحكي مع عباد بالخارج برشا حاجات. يقعدوا يخدموا ما يسكروش كان نهار يسكر ما يسكروش نحس البلاد تصير فيها حاجة. كيفاش؟ هو مدريش حاسيلو تدخل بعضها البلاد كان يسكر ولا حاجة. أو في فرنسا ولا في الأوروب بار اكزومبل وصلوا ناس للكاتجي تخدم بها ونحن في تونس في الترواجي مازلنا يحبوا ينحيوا معناها سكايب ويحبوا ينحيوا الفايبر معناها شوية آخر باش يردوها دو جي باش ينقصوا كان القاوي يردوها ان جي فعود نحن نزيد نقدم ونتبع معناها ليه نحن متخلفين مع العباد فعود نقدم ونحن نمشي عكس العباد معناها كتجينا تكنولوجيا جديدة فعود نزيد نطوروها قاعدين في تونس ديما نحاول ان نزيد نطيحوا فيها حاجة معناها تضحك بارابول للناس تشوف فيها من قاعدة توصل في العالم. نحن سمعنا الحكاية سكايب والفايبر باش يتسكروا ذوما مش حل خاطر برشا عباد يعملوا على سكايب والفايبر جوست في الكونتاكت و تحكيو مع بعض مثلا جي تتسكر سكايب ما تفهم عبيد مثلا كما نقولوا نحن مثلا بنتها البرة ولا حكاية ما تتلقى على القدير تلقى مواياد كونتاكت باش تحكي معاه مع بنتها مثلا فهمتني وزيد هي ما تتنجم تقول رخيصة شوي فهمتني ما تعملش باش تتعامل انك تطلع فلوس واحد جيت عندك كونيكسيون في الدار هذيك هي الحكاية. وبالنسبة زادة الفايبر اللي انت يلزمك زادة ما تفهم برشا عباد ما عاملين عليه. بالنسبة لي انا راه حاجة عادية فهمت معناها هي بطبيعة الناس معناها تستهلك فهمت تكونسومي في فلوس تتكلم بفلوس كل شيء ديك حاجة معناها استثنائية يستعملها الواحد معناها باش يحكي مع عبد بعيد ولا حاجة وكل شيء فهمت هذاك اللي راه ما نكذبش عليك معناها كي باش يقصوا هما سكايب ولا فايبر في على اساس يخدموا في مصلحة تونسيان اريدوا معناها وتليكوم وكل يضيفرونا احنا ينقلوا على السعودية وقطر هكا هي قصتهم ناس نقل على امريكا لاوروب ينقلوا على السعودية وقطر ما يجيش معناها اش معناها يقصوا سكايب خويا احنا فاش نحكيو معناها ترسل واحد يرجع على ايام التسعينات يصب كي يبدا يقحف كي يصب في التليفون باش يكلم صاحبته ويكلم امه وسلم ما تجيش غلطه لها نقلوا على جميع البرة اوروبا حكايه نقل على قطر والسعوديه دا يوم يعاونوا يربطوا برشا معناتها يعاونونا احنا نستعملوا فيهم اولياء البرة ولا اصحابنا البرة ولا اخواتنا البرة نحكيوا معهم باش يسكروهم هو كل شيء تسكر في البلاد باش يكون يسكر سكايب هيك هو خليه يسكر على روحه. انا مثلا الفايبر بالذات نكلم فيه خويا في المانيا ساعدني بالضبط يعني انت مسهلنا برشا حكايات كي نحو انت حكايه في علي نحو في ما فهمناش علاش اول حاجه وثاني حاجه انت زيد على الاخر باش يعملوا يتنحى سكايب لهنا في تونس العباد تتقلق اكثر من 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 انه يتنحى الفايبر خاطر العباد تحكي برشا سكايب تستعمل سكايب مستعمل اكثر من الفايبر في تونس هو سكايب ديجا بالفلوس معناتها كي هكا تحكي باش تطلب نيميرو في التليفون هكا ريشارجي 10 دولار 20 اورو مربوطه بالكارت بونكير معناتها اللي بهذيك ما تجيش معناتها مش لوجيك حكيت انه سكايب شي يولي بالفلوس وباش ينحوه حتى كان نحو الفايبر ونحو سكايب فما برشا حكايات في الانترنت ينجم يرجع على مسان فما ابيل فيديو في الفيسبوك فما ابيل فيديو في جوجل بلس فما برشا حاجات في الانترنت مانيش باش نحبسو معناتها في سكايب والفايبر مانيش باش نحيرو ديجا وديما لابيل غراتوي سواء فوكال ولا فيديو لابد نوجدوه في الانترنت. والله حاجه خايبه ياسر وما تساعدنيش بالكل
خاطر العباد الكل مرحومين بها، خاصة العباد اللي عندهم عباد يسكنوا لبرا، معناتها يستعملوا سكايب يستعملوا الفايبر باش يتواصلوا معهم بأقل فريق، خاطر غالية برشا كي مش تكلموا في التليفون. حاجة ما ساعدناش على الاخر وان شاء الله ما يعملوهاش. بون كما نشوفوا نحن في تونس كان حكيت فايبر سكايب على البي سي برك، عندنا كوميونيتي نتاع جيمنج كبيرة برشا في تونس، نتصور حد ما باش يقبلها. دو بليس هما إذا يفكروا باش يربحوا أكثر ينقصوا هما معناها من قديه مكالمة قد 40 دقيقة سكون قد 40 مليم ينقصوا فيها تعبت مهمة تتكلم مع العباد، خاطر الناس تحكي أنت باش يخلص هو الكونيكسيون نتاعو باش يتكلم، الناس الفلوس مخلصة خاطر تمشي له هو أوكي متفاهمين، أما باش تقص بين حق ما تصورش تشوف هذا نظام بدي نقرا ظهر لي ما صورش مرة تصور بشي قصه ما قصوا حتى مرة تصير في تونس هذي دو بليس حتى كيما قالت أمر تجيب أمر قضائي بجو هي معنا من نحكي معه تونس تولي من معناتها الأرض تولي من الفوق والسماء تولي من الأرض اكزاكتومون تسلي كيفاش؟ ما عرفش تونس أخر بعضها خاطر أجوريتي حتى من العباد يستعملوا سكايب مثلا مش تحكي مع عبد قريب له ولا حكاية هكا par exemple انا عندي اختي مثلا في الخارج نحكي معها كان سور سكايب معناها كان تخص سكايب معناها ما عادش نشوفها فوالا يقصوا الفايبر وسكايب 3 جي تنصف في حيط كيفاش خاطر مش الناس الكل تستعمل لي موديم فيكو لي موديم غاليين يستعملوا كلي وكلي باش يستعملوا فيسبوك واول حاجه كونيكسيون ستيل المواقع الاجتماعيه اكثر من لي ريشيرش انترنت دوكو ما يساعدهمش حتى تعرف كيف تنحى الفايبر وسكايب ما مش باش تنحاو ديجا خاطر ما تساعدش بيكو احنا نخلصوا هكا ولا هكا انت تخلص 3 جي باش تستعمل انترنت كامله مش باش تستعمل ربع انترنت ولا انترنت غير ربع ما تصورش خاطر معناها هذيك ميور سوليسيون معناها فهمتني ابار سا معناها ما تصورش كان شنو باش يعمل العاب كل يوم شنو يقعد يعمل ابار الفايبر والسكايب ما عنده ما يعمل هي خاطر مانيش فكرة كمان العباد ستانس بسكايب باغ اكزومبل العباد مثلا مرا ولدها لبرا ولا حكاية كيفاش تحكي معاها تحب تشوف ولدها هي معناها السول مويا مش تحكي معاها سكايب باغ اكزومبل امي كي تحكي سكايب معاها كيفاش تحكي معاها فهمت فما برشا بينيفيس والحكاية هي ما تجيش بصراحة نحيو الاخرى والله مش عارف انا تحل سكايب تقول لك لحظة هاني رجع لك ترجع لك مكيه نحيه 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 نحيه